الأخت منى تسأل تقول قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة هل تبدأ من غروب شمس الخميس إلى غروب شمس الجمعة؟ ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر الصلاة أن والسلام. من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة غفر له ما بينه وبين الجمعة الآتية وزيادة 3 أيام. وورد في بعض الروايات ليلة الجمعة، لكن تلك الروايات التي فيها ذكر الليلة ضعفها أكثر أهل العلم، ومن ثم يقال بأن الفضل إنما هو في القراءة في اليوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس.